اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم سولوا الناس. موضوع اليوم متعلق بالمراه اللي 8 مارس وخرجنا الشارع باش نسولوا بعض المواطنين المغاربه واش كتحتفلوا ب 8 مارس او لا باش كنحتفلوا باي عيد كنحتفلوا في 8 مارس. نشاهدوا اجاباتهم ورد الفعل ديالهم نرجع نكملوا معكم. عيد المراه والله ما عرفتش والله كون معك واضح وتعرف تعرف العيد كبير رمضان شوال مارس ابريل شنو كان عيد المرأة وعيد الرجل ما عندوش كاين غير عيد المرأة صافي راه خاصكم ديروا عيد المرأة وعيد الرجل راه عيد عياد هما عند المرأة ماشي غير عيد عيد المرأة ها ذاك ديال المرأة حقوق المرأة أعطى الله الأعياد أعطى الله الراجل المسكين عنده عند حقه عند الله سبحانه وتعالى كنبغي نقول لكاع الناس يحترموا المرأة المغربية حيت تقدر تكون أخته أمه وخالته يعني المرأة هي كل شيء في الدنيا الله يسهل عليهم مبروك عيدهم المرأة فيها كل شيء فيها الحنان فيها أم فيها أب فيها كل شيء ولا اللي خطينا المرأة ما عرفت والله واش عيد الحب ولا عيد والله ما عرفت والله ما نكذب عليك 8 مارس غنقول لك والله ما عارف ما نكذبش عليك ما عارف عيد الحب زعما عيد كبير عيد صغير هذا كاع اشنو عيد ميلود ما عرفت والله ما عرفت واش عيد عيد المرأة ولا هذا ياك هو مثلا الله المرأة الله عمرها دار وبغينا تبقى ديما الفوق الفوق بحال التاج إذا مشاهدينا الكرام هنا وصلنا لنهاية حلقات برنامجكم سولوا الناس واللي موضوع كان متعلق بالمرأة وسولنا بعض المواطنين المغاربة باش كنحتفلوا أو بأي عيد كنحتفلوا به في 8 مارس الآراء ديالهم كانت متقاربة بحيث الكل أكد على أنه ما عارفش شنو هو 8 مارس ولا باش كنحتفلوا ولا أي عيد كاين فقط فتاة وحدة اللي عرفت بأن 8 مارس هو عيد المرأة اللي كنحتفلوا به كل عام والمرأة بألف خير إلى هنا مشاهدينا الكرام كتنتهي حلقتنا غادي نودكم على أمل نلقاكم في حلقة مقبلة مع موضوع آخر من برنامجكم سولوا الناس تبقى على خير.